التحليل البياني والعرض الثلاثية الأبعاد. سيتم توجيهكم إلى هذه الشاشة بشكل أوتوماتيكي بعد فحص الجهاز من أجل التدقيق بشكل أكثر تفصيلاً في البيانات التي تم الحصول عليها بفحص الأرضية الثلاثية الأبعاد. سترون الرسم البياني الثلاثية الأبعاد للبيانات التي قد حصلتم عليها في المساحة الوسطى من هذه الشاشة. سيتم إعطاء المعلومات فيما يخص هيكلية التربة التي يتم إجراء البحث عنها في حاجز الألوان الذي يحتل مكاناً في الطرف الأيمن. يوجد بعض الوظائف للأزرار الموجودة على الجهاز في وظيفة عرض 3B، منها يمكنكم الانتقال ما بين نوع التدقيقات المختلفة من خلال زر ريموت. يمكنكم التجول على كل مربع في صفحة التفاصيل والتحرك وفق الرسوم البيانية وإمكانية تحويل الرسوم البيانية نحو الأعلى والأسفل واليمين واليسار من خلال أزرار الاتجاه نحو الأعلى الأسفل اليمين واليسار. يمكنكم التدقيق بشكل أكثر تفصيلاً، كما يمكن تصغير وتكبير الرسوم البيانية عن طريق أزرار التقريب والأبعاد. يمكنكم فتح وغلق المشبكات الموجودة على الرسوم البيانية من خلال زر التأكيد. من الممكن مصادفة المربعات الموجودة على المشبك في كل إشارة من إشاراتكم الخاصة بالبحث. إن زر العودة يقوم بتوفير العودة إلى القائمة الرئيسية من وظيفة عرض 3B. إن زر المباشرة يعمل على توفير عرض رسمكم البياني على شكل أقفاص سلكية، وأن هذا العرض الذي قد حصلتم عليه يقوم بتوفير احتمالية قيامكم بالتحليل على شكل خطوط تفصيلية بشكل أكبر. توجد 4 خواص مختلفة للتدقيق في الرسم البياني في وظيفة عرض 3B. تحويل 3B. يمكنكم استخدام أزرار الاتجاه الموجودة على الجهاز من أجل تحويل الرسم البياني إلى اليمين، اليسار، الأعلى، الأسفل، وبهذا الشكل يمكنكم رؤية رسومكم البيانية من زاوية مختلفة. التحرك 3B. يمكنكم التدقيق عن قرب أكثر في الرسم البياني والألوان من خلال تقريب الرسوم البيانية، وبهذا يمكنكم التجول على الرسم البياني وتحريك الرسم البياني نحو الأعلى والأسفل واليمين واليسار من خلال أزرار الاتجاه. تفاصيل البحث. يمكنكم الحصول على معلومات التعمق من خلال اختيار هيكلية التربة ورؤية القيم العددية للبيانات. يمكنكم التدقيق في التفاصيل على شكل نقطي من خلال التجول بأزرار الاتجاه على الرسم البياني. معلومات التعمق. يمكنكم رؤية نقاط بداية ونهاية التربة والتغييرات الأخرى، كما يمكنكم معرفة معلومات التعمق العام للمقاييس التي تم القيام بها. الألوان الموجودة في الرسوم البيانية. الألوان الحمراء، الأغراض التي تمتلك تأثيراً مغناطيسياً عالياً والموضوعات المعدنية. الألوان الزرقاء، الترب المملوءة والمجوفة والفراغات الموجودة تحت الأرض. الألوان الخضراء، التربة القياسية التي لا تمتلك أي تأثير مغناطيسي. الألوان البرتقالية والصفراء للمباني المعدنية، كما يمثل عن الموضوعات التي تمتلك تأثيراً مغناطيسياً أقل من ناحية النسبة والتربة المعدنية.